دايما مصر لما بتنظم البطوله والبطوله بتقام على ارضها بتبقى مرشح رئيسي للفوز في البطوله، ولكن 86 فزنا بالبطوله، وطبعا في الخمسينات فزنا بالبطوله، و86 فزنا بالبطوله، و2006 فزنا بالبطوله. فما نقدرش ابدا واحنا بنتكلم على المرشحين الاساسيين للفوز بالبطوله ان احنا ما نذكرش اسم مصر. فاجاري وجهازه واللعيبه، عندنا واحد من افضل اللعيبه في العالم محمد صلاح، كل بلد ليها نجم واحنا النجم بتاعنا محمد صلاح، واحد من افضل اربع او خمس لعيبه في العالم، فاكيد وجوده معانا والبطوله بتقام على مصر هيدي افضليه لمصر كبيره جدا.